وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من عمان الدكتور أيمن البراسنة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية. نرحب بك دكتور أيمن في نشرة الأخبار، ونهنئكم بمناسبة يوم الاستقلال 78 للمملكة الأردنية. كيف تنظرون إلى الإنجازات التي حققتها المملكة الأردنية الشقيقة طيلة هذه السنوات؟ مساء الخير لكم ولجميع متابعي ومشاهدي تلفزيون البحرين. جزيل الشكر والتقدير على هذه التهنئة وعلى هذا التقرير الشامل والدقيق الذي يتضمن الكثير من المعلومات حول استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي هذه المناسبة هي مناسبة عزيزة على كل مواطن أردني. نحتفل اليوم بذكرى استقلال المملكة 78، والذي شكل علامة فارقة ومفصلية في تاريخ ومسيرة بناء الأردن الحديث. وبالتالي نحن نستذكر في هذه المناسبة بناء دولة المؤسسات والقانون والتنوع وقبول الآخر والتسامح. الأردن فتح حدوده لكل باحث عن الأمن ليصبح الأردن مملكة الإنسانية وموطن الأمان. وبالتالي في هذا اليوم الأغر لا شك أن التاريخ له هنا ضرورة قصوى. وبالتالي نستذكر جميعا تاريخ 25 أيار لعام 1946 الذي أعلن بموجبه الأردن دولة مستقلة استقلالا تاما. وبالتالي بعد 78 عاما تعود الذاكرة بكل فخر واعتزاز للأجيال الأردنية لهذه المناسبة التاريخية التي دفشنت دولة المؤسسات والقانون كما تحدثت في بداية حديثي، واستمر العمل ببناء الأردن بعد الاستقلال وأنجز دستورا جديدا للدولة صادق عليه المجلس التشريعي يوم 28 تشرين الثاني لعام 1946. وفي يوم الرابع من شهر آذار لعام 47 تم تشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول عام 47 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد. وبالتالي نعم الأردن يحتفل بهذه المناسبة، وبالتالي الكثير مما يقال في هذا الصدد. 78 عاما من استقلال الأردن الذي شهد الكثير من المحطات في جميع الميادين والمجالات، سواء المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الإنسانية، وعلى مستوى أيضا السياسة الخارجية التي تميزت بالاعتدال والوسطية، سواء في علاقاتها الإقليمية أو في علاقات الأردن على المستوى الدولي. نعم. وبالتالي نعم نعم تفضل دكتور أيمن. وبالتالي يعني نستذكر جميعا أن هذه المناسبة هي مناسبة وطنية عزيزة. هذه المناسبة تحثنا على الدوام للمزيد من البناء تحت عهد أربع ملوك هاشميين. شهد الأردن الكثير من التطور بدءا من جلالة الملك المغفور له عبد الله بن الحسين الأول، ثم جلالة الملك طلال، ثم الملك الحسين، وثم في العهد الحالي جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين. أربع ملوك هاشميين، وما زال الأردن يعني صامدا وسط محيط جيوستراتيجي وجيوسياسي ملتهب. الأردن لا يزال يقود مسيرة البناء والتطور والحداثة. شهدنا في عهد الملك عبد الله الثاني الحسين الكثير من التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك للنقاش مثلت خارطة الطريق للحكومات الأردنية المتعاقبة، أو ما هي الرؤية حول تحسين وضع الأردن من الناحية الداخلية وعلى جميع الأصعدة، سواء الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإداري. وبالتالي نعم الأردن أعتقد أنه قام بالكثير من الخطوات التأسيسية التي أسست لنموذج أردني حضاري وسط علاقات إقليمية تتميز بالصداقة مع الأشقاء العرب، وبالقدرة على حل الخلافات، والقدرة على المضي قدما بطريقة دبلوماسية سواء على المستوى الإقليمي أو حتى على مستوى السياسة الخارجية. نعم، من عمان الدكتور أيمن البراسنة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لك.